رونالدو رونالدو با 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 جول رونالدو يا سلام عند الدقيقة العشرين يفعلها كريستيانو الهدف العاشر على التوالي كل الأرقام هي لك وكل الألقاب هي لك يا رونالدو لعبة ثنائية استلم ودخل رونالدو اتكى على المدافع رونالدو انتظر رونالدو راوغ وسدد ويفتح دورة محاولة التوغل هاي الخطورة اللعبة رائعة با 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 جول فعلها بهم فابيو بوريني وعدل النتيجة في الربع ساعة الأخير يا له من خطأ في دفاع اليوفي فيرونا بسبع أرواح بوريني يفعل أمام اليوفي والملعب يهتز هدف التعديل 1-1 صارت النتيجة فيرونا يعود من بعيد ويعدل في خطأ فادح في دفاع اليوفي يفعلها فابيو بوريني في مباراة الثاني باتزيني من هنالك باتزيني من هنا وجول باتزيني من هنا وجول فيرونا يفعلها باليوفي ويسجل الثاني إيفان يوريتش يفعلها بموريسيو ساري ويسجل الثاني يا لها من فرحة يا سلام لو فاز فيرونا نقول بأنه يستحق الفوز الليلة بهذه المباراة على اليوفي لأنه كان رائعا لم يكن الأفضل ولكنه كان رائعا قادر على التسجيل وسيسجل قادر على التسجيل وسيسجل بولاند 1-0 جديد لارينا 1-0 حكاية الباي 1-0 للأرض والجمهور ليفركوزن يتقدم بالهدف الأول 1-0 من مرتدة نموت مزادة طويلة سانشو بالرأس والتعادل ما زالت المباراة بأهداف أي مباراة أي انطلاقة أي هدف 1-1 بروسيا ليفركوزن لم يفرح طويلا ولا كثيرا بالتقدم أقل من دقيقتين الركنية سانشو ضربة الراس هوميرز 1-1 من تا ترجع الكرة في تسديد الهدف الثاني الهدف الثاني عالمي أمري أمري كان شان جان سمي كما تريد يضع الكرة في الشباك عندما يريد الهدف الثاني لبوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند عالمي هذا البوروسيا يمتع هذا الدورتموند قوي هذا الدورتموند انتظروه على الساحة الأوروبية شوف الكرة شوف الاستقبال وفرصة للتعادل والدفاع والتعادل الدفاع والتعادل هذا ما قلت أكثر من مرة أنه فريق بوروسيا دورتموند ما غير دفاع أيو صوت فولان دوبلي الثنائية من فولاند 2-2 هذه المباراة قلت لكم تاع 4-2 4-3 ما زلنا نستمتع ما زلنا نتفرج ما زلنا نتلقى الدروس والعبر من كرة قدم المانية متعتها جاب حكيمي حكيمي والثالث 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 جريرو يا ثالث جريرو يا ثالث حكيمي 5 و5 عليك بالرقم 5 يا حكيم الحكيم أشرف الحكيم أشرف لما يطلع يوفى الكلام لما يطلع يوفى الكلام يوفى الحديث ضاعت كورة من هنا تغير اسم المنتصر من هنا المنتقم هو التاريخ يواصل انتقاء فما تسلل وفما هدف وفما هدف عن طريق بيلي فما هدف التعادل عن طريق بيلي في الدقيقة 80 ليفركوزن يعادل أرقام للمرة الثانية في المباراة مرة عدل دورتموند ولكن هذه مرة ثانية يرجع الباير ليفركوزن فماش دفاع دورتموند ياكل ثالث جول وليفركوزن التغييرات تغير الواقع والهدف الرابع الهدف الرابع الهدف الرابع الهدف الرابع من ليفركوزن تغيرت المعطيات يا سادة انهيار الجراد انهيار الجراد وليفركوزن يقترب من كتابة التاريخ الهدف الرابع أمام فريق ما غير دفاع أمام فريق يلعب ما غير دفاع أي مباراة أي مباراة شوف الكرة شوف السهولة في الاختراق شوف كريستال بالاس ودي عرضية جول جول لبرنارد يا
ياتي بالهدف الاول بعد عرضيه نموذجيه من جانب اللاعب ثيو والكوت. والعرضيات هي السلاح السحري لهذا الفريق حتى الان في البريمير ليج. اول اهداف المباراه ياتي بعد كره عرضيه رائعه يسجل برنارد هدف في منتهى الروعه لفريق ايفرتون تاريخ الفريق في البريمير ليج. كريستيان بنتيكي هل ينهي الصيام؟ ينهي الصيام، يسجل كريستيان بنتيكي، يتعادل بنتيكي، يعانق الشباك من جديد، يعود بعد غياب طويل عن التسجيل ويسجل هدف التعادل لفريق كريستال بالاس. خطا فادح من جانب جوردان بيكفورد، بنتيكي يسدد مرة الكره من اسفل جوردان بيكفورد لتاتي بهدف التعادل لفريق كريستال بالاس. انهى الصيام، انهى على ملعب الجوديسون بارك. هذه مرور من جانب ريتشارلسون. الله يا ريتشارلسون، الله يا ريتشارلسون على هذه الغاره الهجوميه وعلى هذا الهدف الجميل. البرازيلي يقول لا، لن نسقط على ارضيه ملعب الجوديسون بارك، يعاود التقدم لفريقه في النتيجه. هدف جميل ياتي من جانب اللاعب البرازيلي، هدف مجهود فردي كبير من جانب ريتشارلسون، مر وانطلق وركن الكره على يسار بست جوايت لياتي بهدف من اروع اهداف ريتشارلسون في الدوري. على طول قويه راسيه، جول، لا جول 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 لكالفرت لوين. اي انقاذ ياتي واي متابعه تاتي من جانب اللاعب كالفرت لوين. الكره في المره الاولى من جانب ريتشارلسون ترتد وتتهيأ امام كالفرت لوين، لا يجد اي صعوبه في قتل المباراه وتسجيل ثالث اهداف فريق ايفرتون بهذه الطريقه. يحتفل كالفرت، كره خاوي، جول في فرصة تأتي خطيرة. الثاني جول، جول، الله يا مولينا، يتلاعب بدفاعات ماليزيا ويؤمن نتيجة اللقاء لختافي. نعم، خورخي مولينا يظهر، خورخي مولينا يسجل الثنائية، خورخي مولينا هو رجل هذا اللقاء بجانب ختافي. يا لها من لقطة ويا لها من هدف ويا ثالث. نعم، جول ثالث لختافي، ثالث الأهداف لنادي ختافي. خامي ماتا هذه المرة هو من تكفل بإحراز الهدف الثالث. ختافي الفريق الرائع في هذا الموسم. مختار يا مختار، أي طريق ستذهب فيه وأي طريق ستختار في كرة زبكة أو زبكة. يلا يلا يا كوتوتشو، هو أحمد، هو أحمد، هو أحمد، هو أحمد، نعم هو أحمد اللاعب البديل. الله على أحمد كوتوتشو، دخل ليحسمها اللاعب التركي الشاب. يا على نهاية مثالية، تسلمها ولعبها على يمين الحارس ويسجل في شباك الحارس زينجيرلا. مستحقة يا شالكة، مستحقة، نعم. ها هي، روجر لن يهدأ هذا اللاعب، يعلي كرة والرأسية، الله، التعادل، خلع واقي الرأس ليحتفل، خلع واقي الرأس يا زولا ليحتفل بهدف التعادل. رأسية مش طبيعية، مش عادية أبدا، الكرة الرأسية قوية في شباك ألكسندر نوبل. بادين بورن يتمكن من إدراك التعادل، لكن لماذا يا ستيفن باونغارت لا تحت المدريدية؟ أدي هدف أول هنا على طريق اللاعب كوريا في الدقيقة
السادسة الضغط اللي ايه يصفر عن هذه التمريرة. عودة كوكي اللي يمرر الى كوريا اللي بيسجل هنا بالتخصص بعد مرور 6 دقائق. رمية التماس اتلعبت، ارون حارس المرمى النهاردة لأول مرة في الليجا هذا الموسم اللي تألق في الكاس امام هذه الهجمة في وجود الحارس روي سيلفا في دكة البدلاء. بص رمية التماس ادي امامنا كوكي، اللمسة منطقة الجزاء، تصويبة، صاروخ موجه من فادي فريد داخل الشباك يضع هدف أول في منتهى الروعة، يصول ويقول أخيرا وصل إلى هدفه المأمول في شباك الاتحاد السكندري وفي مرمى الزنفولي. تتحرك الكرة وقال لها ادخلي، وبالفعل دخلت إلى مرمى الزنفولي مع الدقيقة 81. خطأ من محمد